Consider the experimental data tabulated below, which has been fitted using the function. مدين الفانكشن اصلها كان كوش اكس اللي هي اي اس اكس زائد اي اس ماينس اكس على 2، where x is in radians. ومدين الاكس والاف اوف اكس قيم 8 شرايح، 1 2 3 4 5 6 7 8 عدد زوجي. فطبعا 1 3 سيمسون رول بيكون افضل accuracy. بيقول لي ده ترو انتجرال فاليو، مدين الانتجريشن بتاع الكوش ساين من 1 ل 1.8. طبعا اقدر اجيبها بالاله مباشره اهي، او نعوض لو حبينا نجيب قيمة الحقيقية نخليها قدامنا علشان يعني نستخدمها او نقارن فيها في اللي احنا هنجيبه بعد شوية. الساين عبارة عن اي اس اكس ناقص اي اس ماينس اكس تقسيم 2. طبعا انت عايز تجيبها من 1 التكامل لواحد بوينت 8. نعوض هتقول كده اي اس اكس ماينس اي اس ماينس اكس زي ما احنا شايفين كده. طبعا ممكن نقسم كله على 2 عشان نطلع الجواب خالص تقسيم 2. المعادلة دي اقدر اقول كالك واحط 1.8 فاجيب قيمتها عند ال 1.8 اللي هو ده يساوي، فاللي هو بعد شوية هيطلب ال اي تي الترو ايرور، فلازم يكون عندي القيمة الترو. فخلينا نقول اجيبها بالمرة اهو، اقول ال اي ترو بتساوي تكامل الكوش اكس اللي هو تكامل الاي اس اكس زائد الاي اس ماينس اكس اوفر 2 دي اكس، يعني هيديني اي اس اكس تكامل الاي اس ماينس اكس نفسها على ماينس 1 على 2 من 1.8 يساوي 2.94217 ماينس، هقول كالك كمان مرة واحط 1.7751.1752 يعني يساوي 1.7667 تقريبا كده. ده الترو انتجرال او ترو فاليو. طيب ده عشان نستخدمه في حساب الترو ايرور. طيب نرجع تاني بقى الموضوع، نقول يعني انتجريت بتوين اكس من 1 لغايه 1.8 يوزنج ترابيزويدال رول. طب الاتش بتاعتنا ايه؟ ممكن ناخدها كاملة اتش واحد، يعني اتش واحدة او شريحة واحدة 1.8 ناقص 1 تطلع 0.8، او اخدهم على شريحتين 0.4 ب 0.4 زي ما هو طالب، او اقسمهم اربع شرايح الشريحة 0.2، او افضل شيء في ترابيزويدال انك تاخد اقل عرض ممكن 0.1 0.1 كلها بوينت 1. طيب يبقى دلوقتي انا هشتغل على اول حاجه هجيب الشراء الاي انتجريشن بتاع ترابيزويدال لو كان بوينت 4 هيبقى هو قانون واحد اتش اوفر 2 في الاول زائد احنا عندنا دلوقتي شريحه اهي يبقى في بس قيمه في النص 2 اللي هي طبعا ده ممكن نسميه احسن ماشي اف نو زي بعضه اف واحد زائد اف ان زي القانون.
ممكن نسميها اف 1 وده 2 اف 1.4 ودي اف 1.8. طب البداية كانت 1.5، القيمة اللي في النص اللي تقابل 1.4 اللي هي 2، اخر واحدة اللي هي 3.1. احنا قلنا بناخد الاول والاخير واتنين من كل القيم اللي في اللي في الطريق يعني او اللي في النص، ودي 0.4. المفروض يطلع رقم مش بعيد عن ده، ولكن طبعا مش دقة عالية لان احنا واخدين شرايح كبيرة. في 1.5 2 في 2 زائد 3.1 طلع الرقم 1.72. الايرور بتاعه قد ايه؟ هو بيقول لي هنا evaluate the true error and the percent relative error et. الترو ايرور ده ناقص ده الاي تي، يعني نحسب لها الاي تي على طول، هتساوي 1.767 minus 1.72. تطلع قد ايه دي؟ 1.767 ناقص الانسر اللي من شويه 0.047. طب والابسلون؟ نقسم الايرور اللي هو ده ناقص ده على الترو، على الترو يعني نقسمه على 1.767 واضربه طبعا في 100 عشان يطلع نسبة مئوية 2.66%. مرة تانية عملت ايه؟ أول حاجة جبت الترو ايرور لأني كل شوية هقارن فيه. طيب تكامل الكوش ساينج، الكوش اهي اي اس اكس اي اس ماينس اكس على 2، تكاملها اهو ماينس لان دي هتطلع بماينس دي نفسها، وعوضت جبت الترو ايرور. طبعا واحد مش عارف يعني يحسبها ومش متاكد من الرقم، لا اعملها بالاله، بس طبعا ده بينك وبين نفسك عشان تتاكد ان انت صح. حاول التكامل اهو اي اس اكس ماينس اي ماينس هنا ماينس اكس واقفل القوس واقسم على 2، نقفل القوس ده برضو، وبعد لا مش حلو كده وبعدين احط واحد ده البداية والنهاية 1.8. طبعا اللي هيطلع ادق من اللي انا حسبته ده او ولا اكزاكت طبعا نفسه، لان ده اكزاكت واللي هحسبه برضو اكزاكت. هتشوفوا دلوقتي طلع 1.7. في مشكلة، احنا قلنا من 1 لـ 1.8 صح؟ هنا طبعا ايه زائد مش ناقص، اصل المعادلة الكوش بلس تكامل، احنا كده كملنا الساينج، المفروض يطلع 1.767 تقريبا 1.769 يعني 1.767 نفس ده. ده اكزاكت وده اكزاكت. طبعا انت مطلوب منك ايه في الامتحان؟ مطلوب منك تعمل ده، او مش مطلوب منك ده اصلا، ده اصلا ده ماث، لكن يعني هو بيدربك او تحسبه بالآلة. طيب يبقى ده ترو وده كان ابروكسيم، بس احنا شريحتين، فاخدنا الترو ايرور الفرق بينهم وجبنا له النسبه. طب لو قللنا الشريحه خليناها 0.2 اكيد هيطلع ادق والايرور هيطلع اقل. تعال نشوف كده اي 0.2 اتش اوفر 2 ناخد البدايه اللي هي 1، انا هكتب يعني الفانكشن عند 1 زائد 2 لكل قيم الفانكشن اللي في النص، يعني 1.8 اف اللي هو عند 1.2 زائد قيمة الفانكشن عند 1.4 زائد مين في النص تاني عند 1.6. خلصنا كده اقول زائد اف 1.8 ده هاخده مرة واحدة، هاخده مرة واحدة، اللي في النص كله هاخده مرتين لان هو عبارة عن ترابيزويد وبيتكرر، فالاول زائد الثاني، الثاني زائد الثالث، الثالث زائد الرابع، اخر واحد زائد الاخير، الاخير مرة واحدة بس. طيب هنا القيمة 1.5 وفي الاخر 3.1 زي دول بالظبط. طيب اللي في النص دي كانت 2 ودي 1.8 نقول عند ال 1.6 2.6. طيب وال H بكام؟ ال H بقت 0.2 اللي هو نص دي.
طب المفروض يطلع أدق شوية، تعالوا نشوف كده. بوينت وان في واحد ونص زائد اتنين في، لم اللي في النص دول، زائد اتنين زائد 2.6 وأقفل القوس، زائد 3.1. طلع 1.74. طيب هل اتحسن؟ إذا الـ ET اللي هو 1.767 ده الحقيقي ناقص 1.74 يساوي، اتفقوا هنا، يبقى 0.027. لاحظوا ان اقل عن ده، اذا الابسلون ترو بتساوي ده ناقص ده اللي هو ده يعني على الاصلي او الحقيقي 0.027 على 0.767. طبعا هيطلع رقم اضربه في 100 بغض النظر موجب او سالب، شيل اشارة السالب 1.53%. ونلاحظ ان ده اقل من ده. طب لو طلب 0.1 يعني خد اقل شريحة ممكن، اكيد ده هيتحسن واكيد ده هيقل شوية، ده هيزيد يقرب للقيمة الحقيقية والرقم ده يمكن يقل مثلا، يبقى المفروض يتقسم على تقريبا يعني من هنا لهنا اتقسم تقريبا على 2 مش كده؟ ده على الاقل يتقسم على 2 وممكن اكثر كمان حسب طبيعة الفانكشن. طيب هناخد الاي 0.1 اللي هي تبقى اتش على 2، اتش اللي هي 0.1 في الاف عند الواحد في البدايه زائد قلنا 2 ونلم كل اللي في النص من اول 1.69، هناخد بقى كل القيم وزي ما قلنا المفروض يطلع ادق. طبعا انا عمال اقول ايه قيمه الفانكشن عند قيمه الفانكشن عند قيمه الفانكشن عند زائد قيمه الفانكشن عند 2.1. احنا وصلنا لفين؟ لا احنا ادي قيمه الفانكشن مباشره اللي هي 1.69 1.8 1.92 وهنا 2.4. طبعا دول قيمه الفانكشن، يعني انا كتبت ايه هي قيمه الفانكشن عند ال 1.6 عند 1.1، قيمه الفانكشن عند 1.2، قيمه الفانكشن عند 1.3، قيمة الفانكشن عند 1.4، قيمة الفانكشن 1.5 اللي هو 2.4 زائد 2.6 زائد 2.8 واقفل بعدين اقول زائد 3.1. طيب ده قيمة الفانكشن عند 1.9 ولا 1. كام دي؟ 1.6 ودي قيمة الفانكشن 1.7 ودي قيمة الفانكشن عند 1.8. يبقى مرة تاني قيمة الفانكشن هنا بكام؟ ب 1.5. احنا خدنا قيمة الفانكشن في البداية مرة واحدة بس، وخدنا 2 في كل القيم دي لغاية 2.8، وخدنا مرة واحدة بس في الآخر، يطلع الجواب مفترض يقرب للترو أكتر ال اتش بوينت 1. يبقى بوينت 1 تقسيم 2 ضرب البداية خدها مرة واحدة، واللي في النص كله ألمه مرتين اللي هو 1.69 زائد 1.8 1.92 2.4 2.6 2.8 وأقفل القوس وبعدين الأخير أخدها مرة واحدة بس، يطلع قيمة الانتجريشن 1.749. طيب قرب شوية ده أكتر، يبقى الـ ET عبارة عن إيه؟ عبارة عن 1.767 ماينس الانتجريشن الأبروكسيمت أهو 1.767 ماينس الأنسر طلع 0.018. لاحظوا ان ده لازم يبقى اقل من ده. احنا الاول كان عندنا الايرور الحقيقي 0.047، هنا 0.02، هنا 0.01، يبقى الايرور اقل، والابروكسيمت ايرور لازم طبعا يقل، اقسم على 1.767 واضرب في 100 بغض النظر موجب او سالب ناخد قيمه الايرور
1.02. قال لي طبعا الايرور. يبقى احنا ابتدينا بحساب القيمة الحقيقية للانتجريشن اللي هي الاريا اندر ذا كيرف للمعادلة دي، معادلة الكوش دي، القيمة الحقيقية جبناها ازاي؟ كملناها دي او بالآلة. بعدين قسمنا القيم اللي عندي لشريحتين بس، بوينت فور بوينت فور، جبنا القيمة الحقيقية للانتجريشن، طلع الايرور الحقيقي بتاعها ده فرق عن ده، ده بايرور قد كده، يعني ده يمثل نسبة 2.66 من الحقيقي. لما قسمت بدل شريحتين 4 طلع قيمة الانتجريشن ده بايرور اقل كقيمة كفاليو وكنسبة. كمان قسمنا بدل 4 شرايح خليناها 8 شرايح، عرض الشريحة 0.1 ده أقصى يعني أكيوريسي أقدر أجيبها من الترابيزويد، مش أقل من كده. بعدين جبت قيمة الانتجريشن، الانتجريشن ده بإيرور أقل من دول وإيرور أبروكسيميت أو إيرور حقيقي، لأن إحنا عارفين القيمة الحقيقية أقل وأقل. يبقى إحنا خلصنا لغاية دلوقتي ده، وجبنا الابروكسيميت الترو ايرور طبقا لبرده ده، يعني خدنا حته من دي.